بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في قسم الثلاجات في المستشفى الوطني في نابلس. أعلن قبل قليل عن ارتقاء الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني جراء إصابته بسرطان. أفرج عنه قبل أقل من شهر، تحديدا يوم 14/4 الماضي، ومكث في المستشفى لفترة وجيزة قبل الإعلان عن استشهاده. بدنا تفاصيل كيف كان. شقيقه إحسان عظم الله أجركم، الله يرحمه ويعوضكم عوض الخير. شو اللي صار يا إحسان؟ الله يرحمه. استشهد إيهاب، استشهد، طلع من اليهود خالص. إيهاب طلع من اليهود خالص، استوي سلطان دابحه إيهاب دابحه. إمتى أفرج عنه؟ أفرج عنه إيهاب من شهر؟ 15 رمضان إيهاب روحه. روح تعبان؟ روح تعبان ما له إشي، روح يشكي من كتفه زي ما كان يشكي بالسجن، ويعطوه مسكنات بالسجن. لا خلصوا عليه ليها، لا جابوا أجل ليها. إيهاب يا حبيبي. إذن لا شك إنها صدمة كبيرة من إخوانه وأقاربه وأصحابه جراء استشهاده ووفاته بشكل مفاجئ. كان يشكي في السجن كما تحدثنا مع عدد من زملائه في ذات الغرفة، كان يشكو من آلام في كتفه، والاحتلال الإسرائيلي أعطاه مسكنات استمرت يعني أكثر من 30 حبة مسكن، كما ذكر لي أحد الأسرى المحررين كانوا مع تال ياسر. ياسر مناع هو أسير محرر وأمضى في سجن الاحتلال فترة طويلة. ياسر، شو التفاصيل؟ إيهاب زيد أسير محرر اعتقل قبل فترة، قعد 6 شهور في الاعتقال الإداري. المرة الأولى أخذ 4 شهور، المرة الثانية أخذ 8 شهور، قصروا له شهرين. كان عامل معدة أمراض في السجن، كان يعطوه مسكنات في السجن. لما روح تعب كثير، انقلبت حالته، نقلوه للمستشفى. بعد الفحوصات تبين عنده السرطان وكان منتشر في كل جسمه طبعا. اليوم توفى يعني إهمال طبي. كان ذكر لي أحد الإخوة اللي كان معه بذات الغرفة أنه يوميا كان يأخذ 30 حبة مسكن. طبعا قبل موته رحمة الله عليه ذكرنا أنه كان يأخذ كثير أدوية هي عبارة عن مسكنات. كثير كان يطلع على العيادة، كان يشفي كثير من ألم في إيده، ولكن يعني هاي كلها كانت مسكنات كان يعطوه حسب ما ذكر قبل موته في أيامنا هذه لما زرنا. هو الله يرحمه عمره 40 سنة بالضبط. هو كان قبل 5 أيام فقط يوم ميلاده، يعني ذكرى 40 عام على ميلاده، وكانت مفاجأة أو صاعقة لكل الناس الموجودين هون. بدي أحكي هذا بأكد على أنه الاحتلال قد يكون يعلم حقيقة مرض الأسرى ولا يعلن عنها. طبعا يعني من الممكن أن يكون تقصير الاعتقال الإداري من 4 شهور لشهرين جوهري والإفراج. طبعا من الممكن أن يكون الشباب يعني يعلم بهذا المرض عن طريق إدارة السجون في التعاون، يعني في الإهمال الطبي الذي ليس إيهاب من الممكن. هناك كثير من الحالات المرضية داخل السجون التي تتعرض للإهمال الطبي. نطلب الدولية، وزارة الأسرى، كل من يملك أو يستطيع أن يوصل هذا الصوت. إيهاب ليس الحالة الأولى ولا الأخيرة أن تكون هناك الكثير من الأسرى المرضى يعانون داخل السجون. نطلب تدخل من الفصائل الفلسطينية، وزارة الأسرى، المؤسسات الدولية، كل من يأخذ دوره في إنقاذ الأسرى بشكل عام والمرضى خصوصا. الله يرحمه يا رب، عظم الله أجركم الأسير المحرر ياسر مناع. إذن يعني لا شك صدمة كبيرة في حالة استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني. الأستاذ ياسر البدرساوي أسير محرر. أستاذ ياسر عظم الله أجركم، لا شك إنها صدمة من كل من عرفه واعتقل معه وكان موجود معه. شو اللي صار؟
أخي في البداية نقول حسبي الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. أخونا إيهاب يعني زيد كان من الرجال الذين صدق الله صدق القول فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر. إيهاب كان من الرجال الذين قدموا لهذا الدين ولهذه الدعوة ولهذا الوطن الشيء الكثير، وكان آخر ما كان أن اعتقل وما زال يعاني من ألم المرض الذي عاناه في هذه سجون الظلم الاحتلال، ولم يكن له مدة قصيرة التي خرج منها من سجون الاحتلال أقل من مدة شهر حتى لقى الله سبحانه وتعالى، ونحسبه إن شاء الله من الشهداء الذين يعني ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله سبحانه وتعالى. رجل صدق الله فالله سبحانه وتعالى صدقه، ونسأل الله أن يكون من المؤمنين نحتسبهم من عش مع الشهداء. نعم. بجوار الأنبياء والصحيح. العائلة وأصدقائه كلهم متفاجئين من التدهور السريع في حالته الصحية، شهر فقط أفرج عنه 14/4، إحنا اليوم 16/5، يعني فترة قصيرة جدا كانت بمقدورها إنها تؤدي إلى استشهاده. أنا من الذين يعني عانوا في سجون الاحتلال، والواقع الطبي والصحي داخل سجون الاحتلال يقتصر فقط على كشف حبة الأكمول والكشف الصوري الذي لا يرقى إلى مستوى الفحوصات الطبية أو الدم أو المخبرية أو ما إلى ذلك. فلذلك أي أسير يقع في دخول في سجون الاحتلال يخرج والله أعلم كيف تكون حالته الصحية. أخونا إيهاب من نموذج من النماذج الكثيرة التي في سجون الاحتلال الذين يصابون بالأمراض ويستشهدون نتيجة هذه الأمراض الدامية، نتيجة الأمراض الصعبة دون أي كشف. إيهاب ليس له فترة قصيرة، هي مدة شهر، وعندما اكتشف هذا المرض يعني كان حالته مستعصية وواصل إلى مرحلة الانتهاء، نسأل الله له الرحمة. لكن الاحتلال يتحمل الجزء الكبير من هذا الألم ومن هذا المرض نتيجة هذا يعني عدم الاهتمام الطبي وعدم الرعاية الطبية والصحية لأي أسير يقع. وإيهاب نموذج من هذه النماذج، وسجن الرملة الذي يعتبر مستشفى هو مكان سجن لا يقدم أي وسيلة أو أي علاج حقيقي لأي مريض ولأي أسير، والنتيجة حتميا تكون يعني لطف ربنا ورحمة ربنا. ونحن نلاحظ أن استشهد إحسان، أنت إحسان كنت موجود معه من لحظة الإفراج. ما تعب الإفراج عنه، لا تعب، لا كل هيك. روح إيهاب، روح يشكي من كتفه، ما احنا عرف ايجا قالوا له مع غضاريف، عرفنا على الاتحاد دكتور عمل له مسكنات او دنيا جبته هون. حساسة بطن، لا اخر طلعت حساسة قتل. عايشين على المسكنات كانوا، وكلهم موجود مسكنات من الاحتلال، هم من الجيش من جوا من اليهود. استاذ ياسر الله يكون في عونهم على هذا المصاب بالجلل. ترتيبات اليوم حقيقة المصاب جلل لكل الشعب الفلسطيني، لكل أبناء فلسطين، والأصل في أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية أن ترعى الأسرى رعاية حقيقية، وأن تطالب بإطلاق سراح الأسرى من كافة السجون الاحتلال، لأن هذا واجب وطني وواجب ديني، وعلى كل حر وكل وطني أن يسعى من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بأي ثمن كان. اليوم عزاء لفلسطين، عزاء لمدينة نابلس، عزاء لكل حر، لكل مناضل، لكل فلسطيني، لكل إنسان عنده كرامة وشرف وانتماء لهذا الوطن. يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية من أجل نصرة الأسرى وإنصافهم والعمل على إطلاق سراحهم. ترتيبات الجنازة، ترتيبات الجنازة إن شاء الله سيكون الآن هناك يعني إجراءات التي اللازمة من أجل الإخراج هنا، ومن ثم الصلاة عليه، ومن ثم التوجه إلى المقبرة لدفنه بعد صلاة العشاء من المسجد الحنبلي في نابلس. عظم الله أجركم، رحم الله ميته. إذن لا شك ما تزال صدمة لكل من عرف الشهيد إيهاب. إحنا كوكالة كنا في طريقنا للحديث معه وإجراء تقرير عن حالته، لكن جاء الخبر إنه توفى الله سبحانه وتعالى. كانت صدمة لا شك كبيرة لكل من عرفه ولكل من يعتقل أو سجن مع مصطفى السخل. أيضا أمضى فترة طويلة في سجون الاحتلال وبيعرف في الشهيد. شو بتعرف، شو بتحكي لنا عن الشهيد؟ أول شيء أنا أفحر على شهيد إيهاب زيد، شهيد مجاهد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، عرفته في سجون الاحتلال عدة سنوات، كان أشهرها في عام 2014. وأيضا إيهاب زيد هو جار عزيز لنا في مكان سكنه،
شاب خلوق مضحي مثابر، حمد بيته بحب بيته بحب الأولاد بحب الناس، دائما اجتماعي بتواصل مع الجميع، ما في مناسبة إلا بكون فيها. اولا نتحمل الاحتلال مسؤوليه ايهاب زيد، خرج من سجن الاحتلال قبل 30 يوم بالضبط، خرج مريض بالسرطان، اكتشف انه مريض بالسرطان، نحمل الاحتلال مسؤوليه استشهاده. احنا نطالب الجميع بتحرير الأسرة، لا نريد ان كل يوم نخسر اسير سواء داخل السجون او خارج السجون. احنا زي ما احنا شايفين دائما في استشهاد أسرة محررين بامراض، نحمل الاحتلال مسؤوليته. يعني طالب الجميع بتحرير الأسرة وليس التضامن معهم وأوقات احتجاجية بجميع المسائل. مصطفى أنت كنت في السجن وكثير مرت عليك حالات لأسرة مرضى والاحتلال برفض علاجهم، إذا بعالجهم بيعطيهم فقط الأكمول، فقط مسكنة. يعني إحنا حسب الإحصاءات 600 أسير مريض. صحيح، أنا تحررت قبل عدة أشهر من سجن الاحتلال في السجن لي، التقيت بأسرة أمراض سواء كمارسين أو شباب، لا يوجد أي فقط أي مسكنات ودواء، لا يبقى أي علاج أساسي وعلاج دائم لأي مريض. يعني لما تكون واحد معاه بأمراض العظيم بعطوه أكثر شيء ممكن يعطوه مشد، ما بعطيه مسكنات. لما تكون معاه أمراض باطنية أو أمراض سرطان مثل ما شايفين الأخ الأسير آخر شيء أو صحيح ناصر ابو حميد الان بصارع الموت اللي تم نقله للمستشفى، بس الله لا نسمع خبر استشهاده، لكن احنا دائما نتقبل الاحتلال في كل شيء، الاحتلال مجرم، الاحتلال بيقتل شباب بقتل بطيء سواء داخل السجون او خارج السجون. عندنا حوالي 265 شهيد داخل السجون كلها امراض مزمنه، لا يخرج اي انسان الا الله يرحمه بالمقاومة على الأساس، أساس كل شيء المقاومة تحرر الأسرة، لا نريد شهداء آخرين داخل السجن أو خارج السجن. أسير إيهاب زيد أسير مجاهد مضحي مناضل يعزي الأمة العربية الإسلامية باستشهاد، نسأل الله تعالى يتقبله عند الشهداء، آمين. تكون جنازة له جنازة تليق بالشهداء، تليق بإيهاب زيد الشهداء. الله يرحمه يا رب. شكرا مصطفى، شكرا. فراس زبيدي أسير محرر أيضا بالفترة الأخيرة كان مع الشهيد رحمه الله، ويعني بدي نقول لنا رواية انت ذكرت لنا تحت الهواء انه هو انت لاحظت كم كان تعبان وكم كان يشكو من كتفه. صحيح، كان يشكو من كتفه وكان يشكو هيك وجع بسيطة، في شيء يعني سليم، كان دخل سليم ما لهش ولا شيء، طلب انه يطلع على العيادة. بتعرف بالسجون ادارة السجون مصلحة السجون ما بتراعيش انه تعب شوي ولا ما تعبش، خلاص حبيت هالاكمال وبتمشي الامور، وهذا اللي صار معها. طلع أول مرة، ثاني مرة حبت أكمول حبتين مش عارف إيش مسكن، وضل على المسكن لحد ما روح، يعني ما طول إيش روح. لما راح المستشفى يعني ما رحش يروح، صار أسبوع ونص تقريبا مروح من السجن، راح المستشفى تبين إنه كل المسكنات كانوا يعطوه كان معه سرطان بالجسم، فهذا هو سبب الإهمال الطبي. يعني ما كان يشكو ابدا من اي امراض ما قبل، كان ولا شيء، يعني كان ينزل يطبخ للشباب لكل الأسرة يحضرهم اكل فطور غدا، وصحته منيحه كانت. مره واحده صار يعني طلع العياده ورجع مره واحده. كم فتره، كم مره اعتقل في سجون الاحتلال حسب معلوماتك؟ عده مرات، ما يقارب 5 سنين تقريبا قضى في السجون. والاخيره كم كانت؟ كانت تقريبا 5 شهور. نعم، فقط 5 شهور. 5 شهور اداري. نعم، هي اللي كشفت إصابته، هي اللي كشفت. لكن الاحتلال بنظركم أو حسب المعلومات أخفى هذا المعلومة عنكم أو عنه؟ ما حد يعني ما وصل إنه عادي، يعني ما فيش شيء، إنه سليم وما في شيء. في حالات كتير هيك في السجن بيكونوا تعبانين والاحتلال بماطل في علاجهم؟ هو معظم الأسرة الدواء اللي بعطوهم إياه الأكمول، لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. ورحلة الذهاب إلى العيادة توازي يعني عذاب مضاعف 100 مرة عن غيرها. أكثر كثير يعني. أسرى برفضوا يروحوا على العيادة بسبب المعاناة. هناك ما بيعملوش شيء في العيادة، يشرب مي وملح وخذ حبة الأكمام فقط بس، رحمة الله عليه. الله يرحمه يا رب العالمين، تقبل يا الله مع الشهداء. شكرا شكرا أسير محرر فراس الزبيدي. احنا ما زلنا في المكان، لا شك انها صدمة كبيرة وكبيرة جدا، خاصة لكل من عرفه ولكل من تواصل معه ولكل من يعتقل لك. ترتيبات الآن، ترتيبات العائلة لتشييع جثمان الشهيد إيهاب زيد. أنا شخصيا بعرفه من أكثر من 10 سنوات، وتحدثت معه وأجريت أكثر من مقابلة عن ظروف اعتقاله والسجن، وهذا الأمر اللي بيكشف
جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى، وإصراره على عدم إعلام الأسير أو عائلته بظرفه الصحي وظروف مرضه. كل المؤشرات بتأكد أنه إيهاب تعرض لانتكاسة خلال وجوده في سجون الاحتلال، لكن الاحتلال اكتفى فقط بالأكمول أو بالمسكنات. وأحد الإخوة اللي كان موجود معه في الغرفة قال أنه كان يوميا يتناول حوالي 30 حبة دواء. هذا الأمر لا شك تسبب له بانتكاسة كبيرة وتسبب له بحالة صحية ظهرت عليه بعد أيام فقط من تحرره من سجون الاحتلال الإسرائيلي. الآن الترتيبات لتشييع جثمان الشهيد إيهاب زيد راح تكون، شكرا لك، راح تكون بعد صلاة العشاء سيتم اتخاذ الإجراءات الكاملة هنا، وبعد ذلك الصلاة عليه في المسجد الحنبلي في نابلس في البلدة القديمة، ومن ثم نقله إلى المقبرة الغربية لمواراته الثرى. هون عشرات من رفاق الأسر اللي اعتقلوا معاه، الكل هون موجود، وصدقا هناك حالة من الوجوم والصدمة الكبيرة على الوجوه جراء هذا الخبر الفاجع. الكل كان يعلم انه تعبان، لكن ما كان حدا متوقع ان هالأمور وصلت الى هذا الحد من التدهور الصحي ومن الانتكاسة الصحية الكبيرة. رحم الله الشهيد رحمة واسعة. إذن استشهد عصر اليوم الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، إيهاب في 40 عمره، وكان قبل فقط 5 أيام يوم ميلاده ومواليد عام 82. اعتقل في سجون الاحتلال عدة مرات وأمضى بما مجموعه 5 سنوات في السجون. وخلال اعتقاله الأخير الإداري ظهرت عليه أعراض تعب ووجع شديد في كتفه، نقل إلى عيادة السجن أكثر من مرة، والاحتلال الإسرائيلي اكتفى بتقديم الأكمول له فقط. وبعد الإفراج عنه شعر بتدهور كبير في صحته، وفوجئت العائلة بانتكاسة شديدة، وخبر وفاته لا شك أنه شكل صاعقة على كل من يعرفه. نحن الآن في مستشفى الوطني الحكومي، هناك المئات من الأسرى المحررين الذين عايشوا، والكثير من رفاقه، خاصة أنه من الشخصيات المحبوبة والمقربة والقريبة من القلوب، وكثيرين عاشوا معه فترة السجن والاعتقال. لذلك المستشفى الآن يعج بالمئات والترتيبات على قدم وساق لتشييعه بما يليق بمكانة الشهداء. نعم، نادي الأسير الفلسطيني، نادي الأسير الفلسطيني أصدر بيان وقال إنه الشهيد الكيلاني ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء، وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة
عن استشهاده فقط شهر، شهر واحد فترة أو مدة الإفراج عنه. وقال نادي الأسير إنه الكيلاني الشهيد الكيلاني اكتشفت إصابته بالسرطان وقد وصل المرض إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي يؤكد أن الكيلاني الذي أمضى في اعتقال الأخير 6 أشهر تعرض لجريمة الإهمال الطبي، وهو واحد من مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه جراء أمراض ورثوها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الأسير أو الشهيد الكيلاني أب لأربعة أطفال، اعتقل في 20 أول عام 2021، أفرج عنه في نيسان، وأسير أمضت قرابة 5 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويؤكد نادي الأسير أننا لم نشهد تزايدا في أعداد الأسرى المصابين بالسرطان والأورام كما نشهد هذا العام، إذ بلغ عدد الأسرى الذين يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة 22 أسير، ممن تم تشخيصهم. وأخطر هذه الحالات هو الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بالسجن مدى الحياة، وهو واحد من 600 أسير مريض، بينهم 200 أسير يواجهون أمراضا مزمنة. إذا نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني، وإحنا منشوف أعداد كبيرة جدا من الناس اللي بدخلوا لوداعه في هذا الظرف الصعب، كلهم رافقوه في السجون وكلهم يعلموا هذه أو يعيشوا هذه الصدمة الكبيرة في وداعه. الله يرحمه. الله يرحمه. ما ضرب في الجوا؟ ما ضرب. وداعا للشهيد رحمه الله رحمة واسعة، ورفيق الدرب أيضا الشهيد إيهاب. يعني المشهد مؤلم لا شك، عائلته رحمه الله رحمة واسعة، عنا لله وإنا إليه راجعون. الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى إيهاب زيد الكيلاني الأسير المحرر، والذي كانت صدمة كبيرة لكل من عرفه ولعائلته. صحفيين إحنا كنا في طريقنا إله، وكنت أتواصل مع شقيقه إني أنا دقائق بوصله، فجاء الاتصال إنه ربنا اختاره شهيد رحمه الله رحمة واسعة. الله يرحمه ويغفر له، عظم الله أجرك سيدي وعظم الله أجركم جميعا الكيلاني الكرام على هذا المصاب بالجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون.